أهلا بكم مشاهدينا، نتابع مع مواقع التواصل الاجتماعي وبداية مع أكثر الهاشتاجات تداولا اليوم في السعودية. من أكثر الهاشتاجات تداولا في السعودية اليوم هاشتاج زواج القاصرات، حيث علقت العنود الجهاني قائلة: اغتصاب مو زواج داعش، القلب اللي جاء عشان يتزوج بنت بالسن ده الله يرحم روان ويغفر لها. أما تغريدة عمر حسين فيقول: إن شاء الله يحدثني رجل عن واحد يتزوج قاصرة وشهر العسل يروح أمريكا، الفندق يبلغ الشرطة ويسجن الزوج والمساجين يغتصبوها. يعني جريمة كبيرة في حق الفتيات وفي حق المرأة. طبعا هذا الهاشتاج نشط بعد تداول خبر وفاة طفلة يمنية جديدة تدعى روان نتيجة زواجها المبكر وبعد تعرضها ليلة زفافها لنزيف حاد وتمزق في الجهاز التناسلي بسبب العنف الجنسي من زوجها الأربعيني في إحدى مناطق شمال اليمن. نتابع الآن مع يوتيوب وفيديو لفتاة يمنية جريئة تتحدث. فيكم وأنا أشكر مختار الشرفي والأستاذة أمل، وأنا أشكر كل الصحفيين وأشكركم أنتم. فأنا أنا صح أنني هربت من أهلي، صح أني ما عاد أشتيش عندهم، خلاص أنا أعيش عند عمي. إيش براءة الطفولة؟ إيش ذنب الأطفال من تتزوجوهم كذا؟ يعني مثلا أنا بحلم شغلتي صح، بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم، يمكن يموتوا يمكن ينتحروا يمكن يفعلوا اللي براسهم، لأنهم أطفال ما يدروش بحاجة، يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجة. يعني إيش ذنبنا إحنا؟ مش الوحيدة أنا، يمكن كل الأطفال، في ناس كثير، بعض الأطفال يعني دبزوا بنفسهم في البحر ما عاد باغي. يعني إيش البراءة هذه ما إيش براءة. صح انني انا هربت من عند امي، عمي ما كانش موجود، فاني اتصلت لعبد الجبار جيباني، وعبد الجبار جاب لي بنت وسافرت انا اياها للحديده، وعمي لما عرف بالموضوع قالي، وكمان امي تشتد بلغت علينا الشرطه، انا عمري 11 سنه وتشتد تزوجني. يعني ما فيش حياه، ما فيش تعليم، ما فيش قوه، ما فيش بين قلبهم رحمه. تحية لهذه الطفلة الجريئة، يعني مش كل الأطفال أو الفتيات عندهم الجرأة أنهم يتكلموا بهذه الطريقة أو أنها تفكر بهذا الذكاء أنها تهرب وتروح عند عمها. يعني هذه جريمة في كل عالمنا العربي موجودة، إحنا ما عندنا يعني توجه معين ضد دولة، بالعكس كل الدول العربية إخوة، لكن يعني حسب دراسات ودراسات رسمية قالت أنه 8 فتيات يوميا بيموتوا في اليمن بسبب زواج القاصرات والولادة المبكرة، وكمان مع قلة الاستعدادات الصحية. طبعا حوارا او يعني نتابع لقائنا عن هذا الموضوع، احب اضيف انه يوم امس شهد مؤتمر الحوار اليمني وقفه احتجاجيه للعشرات من ممثلي فرق للحوار المختلفه الحوار المختلفه للتعبير عن رفضهم لزواج القاصرات في اليمن، وطلبوا بضروره سن قوانين بانه ما يكون الزواج يعني في عمر اكثر من 18 سنه حتى ما تتكرر ماسي الطفلات اليمنيات مع ظاهره الزواج المبكر. حتى ناقش هذا الموضوع احب ارحب بضيفي عبر الهاتف الاستاذ احمد القرشي، رئيس منظمه سياج لحمايه الطفوله باليمن. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يعني جريمة بشعة، وللأسف مع كل يعني يمكن من بدأت مع طفلة نجود وغيرها من الفتيات اللي كانوا قبلها واللي بعدها، وما زالت القضية ومشكلة ما زالت موجودة. نبغى من حضرتك تعطينا إحصائيات لعدد القاصرات اللي بيتم تزويجهم يوميا في اليمن. أولا مساء الخير وشكرا جزيلا لكم. بالنسبة لتزويج الصغيرات فهو منتشر في اليمن بشكل كبير جدا، ونحن في منظمة سياج نشتغل على مناهضة هذه الظاهرة بشكل كبير مع شراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية ميبي، ونحاول أن نبذل جهود في مجال التوعية، وكنا من السباقين في هذا المجال. لا توجد للحقيقة حسب علمنا دراسات مؤكدة وعلمية تشير إلى الظاهرة بشكل دقيق جدا، لكن هناك يعني تقديرات تقول بأن ما بين 50 إلى 51% من الفتيات في اليمن يتزوجن دون سن 18، وأعتقد بأن هذا الرقم صحيح وربما قد يكون أقل من
من الواقع، نظرا لانه ينتشر زواج الصغيرات في اليمن لاسباب عديده جدا قد نذكرها لاحقا. لكن احب ان اشير الى قصه الطفله ندى فقط للراي العام، بان قصه ندى نحن بحثنا عنها والقصه كانت لدينا في منظمه سياج، تبلغنا بها باتباع من المنظمه المتخصصه في رصد العنف ضد الاطفال ومن اسره الضحايا. لكن للأسف الشديد كشفنا بأن قصة ندى كانت منفقة وغير صحيحة، لكن هناك قصص كثيرة يعني للحقيقة مثل قصة ندى أو القصة التي أوردتها ندى. كثير من الفتيات يتم إجبارهن على الزواج المبكر وهن في عمر 10 سنوات و12 سنة و15 سنة وما دون ذلك، وبالتالي يعني هذه القصص موجودة بشكل كبير جدا، إلا أن قصة ندى بالذات ليست صحيحة وليست حقيقية، وكان الهدف منها هو الاتجار. بس هي يعني عفوا اسمح لي بس أنه نعم. حتى لو ما كانت حقيقية وملفقة كان جرأة منها كطفلة أنها تعبر سواء نعم صار نعم هذا الموضوع أو لا، بس في النهاية يعني وصلت رسالة وقضية ومشكلة موجودة ما زالت، يعني الضحايا كل يوم بيزيدوا والمشكلة ما بتنحل. طب اسمح لي بس عفوا بهذا السؤال، اسمح لي، مع كل هذه الحوادث اللي بتعاني منها الفتيات، إيش الرادع للأهل؟ يعني فين التشريعات اللي بتشرعها الحكومة؟ ليش ما في تطبيق؟ يعني الأهالي هم المجرمين الأهم والأكبر في هذه القضية، بس فين دور القانون؟ إيش أشرح لنا أكثر عن وضع القانون اليمني في هذه القضية؟ لا يوجد قانون، لا يوجد تشريع في اليمن يجرم أي أب أو أي ولي أمر يقوم بتزويج طفلة مهما كان عمرها، حتى ولو كانت لا تزال في يعني المهد، يعني لا زالت طفلة، لا يوجد قانون خالص يعني يجرمها. وبالتالي نحن كمنظمات حقوقية نعاني من هذا الكلام، يعني نعاني من عدم وجود تشريعات، وبالتالي يعني يفلت المجرمون من العقاب سواء الولي الأمر أو الزوج. ولدينا قصص فوزية عمودي في 2010 التي ماتت وهي تلد بسبب زواجها المبكر وكان عمرها 13 سنة، ونحن نشرنا هذه القصة في حينها. وهناك قصص عديدة يتم يعني لا يتم وصولها إلى وسائل الإعلام ولا إلى المنظمات الحقوقية نظرا للقصور الكبير جدا جدا في الخدمات الصحية وتسجيل الوفيات والمواليد في اليمن، وأيضا نظرا للثقافة الشعبية العامة فيما يتعلق بالزواج المبكر سواء لدوافع دينية كما يفتي بعض الناس إلى أنه لا يجوز تحديد سن الزواج، وأيضا إلى الفن والطرب عندنا، وكما ربما تسمعون يعني الغناء اليمني والغناء الخليجي يعني كثيرا ما يمتدح يعني التعشق بالصغيرة وحب الصغيرات ويعني العشق مع الصغيرات. وبالتالي نحن أمام ثقافة شعبية جارفة يعني سواء دينية أو غير دينية. إضافة طب برأيك إيش الحل؟ إيش الحل حتى يعني يتم محاربة هذه القضية الكبيرة؟ نعم، الحل اولا ان يتم يعني يعني الاشتغال على ايجاد قوانين وتشريعات وطنيه راجعه وقويه وواضحه فيما يتعلق بتزويج الصغيرات وبتحديد سن امن للزواج لا يقل عن 16 الى 17 او 18 سنه. نعم، يعني يجب ان يدرس هذا الموضوع. نحن في مساله خلافيه في هذا الموضوع، لكن لا نختلف بان هناك سن معينه يجب ان تحدد، ويجب ان تحدد عقوبات راجعه وقويه ضد من يرتكب هذه جريمة. الأمر الثاني أن نشتغل على جانب الوعي، يعني أن نجعل من هذه الفتيات يعني الذي يتعرضن لهذا النوع من العنف أن نجعل منهم شموعا لنضيء الليل الموجود في اليمن وفي السعودية وفي كثير من مناطق الخليج. يعني الزواج المبكر ربما في الدول الخليجية يعني تقل النسبة قليلا، وخاصة الدول الأخرى كالإمارات وغيرها تقل جدا وقد تكون متدنية نظرا لمستويات الوعي والتعليم والقوانين وما إلى ذلك، لكن اليمن والسعودية ترتفع فيها للأسف الشديد. يعني قصة روان هتان تبلغنا بها ونحن نحقق في الموضوع منذ حوالي أسبوعين، حتى الآن لم نستطع إلى اليوم التأكد 100% من أن القصة حقيقية يعني حتى الآن. لكن يعني هناك يعني مصادرنا تشير إلى أن نسبة عالية جدا بأن قصة روان هتان حقيقية، ولكن لم نحصل حتى الآن على مستند على وثيقة. طيب بس أستاذ أحمد، اسمح لي، هي مش مشكلة روان ولا مشكلة نجود، هي مشكلة كبيرة ما هي محدودة بالأشخاص. أكيد بس أكيد. الضحايا قاعدين بيزيدوا كل يوم. بس اسمح لي بهذا السؤال. أكيد. طيب الآن في قضية روان الفتاة يعني الله يرحمها وينتقم من أهلها اللي عملوا فيها، بس هل الأهل، هل الزوج حيدخل مثلا، حيحاكم، حيدخل السجن؟ إيش الإجراء اللي بيصير في هذا النوع من الحالات لأنه قتلها؟ نعم، المعلومات غير المؤكدة لدينا، وأشدد على أنها غير المؤكدة لدينا حتى الآن، تشير إلى أن الزوج سعودي الجنسية وهو يفوقها بأكثر من 40 سنة، وأن البنت تم تزويجها وتم يعني تسليمها إليه في فندق من فنادق مديرية حرب بشمال اليمن، وأنه مارس الجنس معها وربما استخدم منشطات جنسية، وأنه يعني أحدث لها نزيفا ولم يستطع يعني إسعافها إلى مستشفى حتى ماتت ربما لم يعني خوفا، وأنه فر ودفع مبالغ كبيرة لا ندري مشايخ أو شخصيات نافذة
وعاد إلى السعودية، لكن هذه المعلومات تنفيها السلطات الأمنية وتنفيها النيابة، ونحن نقوم بتحقيق منذ أكثر من أسبوعين في هذه الواقعة، وهناك يعني أستطيع أن أقول تكتم كبير جدا على 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 هذه القضية، لكن مع ذلك نحن نجري تحقيقات مكثفة ومستمرة، ولدينا فريق، وأنا شخصيا كنت في اتهامة في شمال غرب اليمن بالمصادفة في 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 مناسبة عمل، وزرت السلطة المحلية وزرت الأمن وزرت يعني قمنا بزيارة يعني أكثر من منطقة في هذا الإطار، ولكن للأسف الشديد كانت المسألة تزال ساخنة، وهناك تكتم شديد عليها، وهناك يعني إشارات للأسف الشديد المصادر لم تحدد لنا يعني المستشفى الذي نقلت إليه، ولم تحدد لنا أيضا الفندق، يقولون فندق وهناك عشرات الفنادق في المنطقة، ويقولون المستشفى، هناك مستشفيات كثيرة جدا ليس يعني محصورة بمدينة حرب، ولكن ممكن أن تنقل إلى مستشفيات في في في, في عاصمة المحافظة أو في محافظة أستاذ أحمد الكريم. فعلا الجهود يعني من كل النواحي لازم ما تتوقف من كل الجهات، من كل الأشخاص اللي يقدروا يعملوا هذا الشيء. إحنا طبعا بنعتذر منك لضيق الوقت، شكرا لإضافتك أستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة باليمن. يعني سواء كان الشخص هذا خليجي، سعودي، إماراتي، من أي جنسية أو يمني، هذه يعني بدون ما نتكلم عن الجنسيات، بدون كل العرب وكل الناس خير، بس قد إيش يعني هذا اغتصاب، اغتصاب البنت ماتت، يعني الواحد يتخيل أنه ينام مع بنته، يعني هذا اللي بيصير، أنه بيمارس علاقة مع بنته بطريقة غير قانونية وبطريقة يعني بطريقة قانونية أنه هي زوجته، لكن شيء غير إنساني اللي بيصير، وفي الآخر بيموتوا هؤلاء الفتيات. وبعدين في بعض رجال الدين بيقولوا ما يصير تشريع قانون، طيب ما في، ما يصير أنه إحنا نحدد أعمار معينة، لاقوا حلول عشان هذول الناس ما يموتوا، عشان هذول الفتيات حرام ينحرموا من الطفولة، يعني اللي ما بيعيشوا عمرهم، اللي بينظلموا، اللي بيموتوا، هذه أرواح كمان حرام أنه إحنا نخسرها. موضوع جدا صعب، الله يعني يهدي الجميع، وما والرجال اللي بيفكروا بهذه الطريقه يبطلوا يفكروا بهذه الطريقه. وهذه الاغاني اللي بتطلع بتتكلم عن الزواج باعمار صغيره لازم صراحه يعاقب اللي بيغنيها واللي بيكتب هذه الكلمات. حننتقل الان الى صفحات التواصل الاجتماعي لموقع سيدتي دوت نت، خلينا نتابع. البداية كما دوما مع حساب المجلة على تويتر، وتغريدة اليوم بعنوان بعثة سعودية لإندونيسيا لفحص أطفال منكري الأبوة، إذ وبعدما كثرت القضايا المرفوعة لإثبات حقوق أبناء السعوديين من إندونيسيات، وبسبب إنكار بعض ورثة المتوفي السعودي من أن له أبناء من زوجة إندونيسية، كشف السفير السعودي لدى إندونيسيا عن أن وزارة الداخلية أقرت إرسال بعثات خاصة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا لإجراء اختبار فحص الحمض النووي DNA لإثبات حق الورثة. الجدير بالذكر أنه كشف آخر إحصاء صادر عن وزارة العدل إلى أن عدد حالات زواج السعوديين من إندونيسيات بلغ خلال العام الماضي 23 زيجة. من حساب سيدة نت على الفيسبوك فمقال اليوم بعنوان خادمة إثيوبية تضع مادة منظفة بحافظة ماء طفل بالقصيم، إذ فتحت شرطة دخنة تحقيقا في دعوى مواطن اتهم فيها خادمته الإفريقية بوضع مادة منظفة في حافظة الماء الخاصة بإرضاع طفلته البالغة من العمر سنة ونصف، ويجري العمل حاليا على إعداد التقارير الفنية والمخبرية لهذه الحالة من قبل خبراء الأدلة الجنائية لتحديد نوعية المادة الموجودة داخل الحافظة ونسبتها. يذكر أنه قد تم إرسال الطفلة لمستشفى الرأس العام للإطمئنان عليها ومتابعة حالتها الصحية ولإجراء الكشوفات والتحاليل الطبية اللازمة، فيما تم التحفظ على الخادمة لحين الانتهاء من التحقيقات. مواضيع متنوعة، يمكن موضوع الحملة اللي هي انتقلت من السعودية إلى إندونيسيا حتى تعمل فحوصات للدي إن إيه تتأكد أنه بعض السيدات الإندونيسيات أبنائهم من أشخاص من الجنسية السعودية، يعني هذا موضوع طويل ويحتاج النقاش فيه، بس بالنهاية حرام الشخص يتبرى من ابنه، وما وحلوة الخطوة هذه لأنها حتثبت أنساب الأشخاص، والشخص لما يفكر يعمل غلطة بأنه يعني يمارس علاقة خطأ مع سيدة أو أنه يتزوجها وفي الآخر لما تحمل ما يبغى يتحمل مسؤولية زواجه، يعني يستاهل هذا النوع من الضغط من الجهات المختصة حتى يعترف بهذا النسب. طبعا يوم أمس مشاهدينا قدمنا نصائح لانتقاء النظارة الشمسية الأنسب للرجل، طبعا احنا السيدات نقدم اليوم نبغى بكره، اليوم نصائح للرجل ايضا، لكن كيف يختار هديه مميزه لزوجته؟ نتابع.
سيدي، إذا كنت تبحث عن هدية لزوجتك فبإمكانك اختيار نظارات شمسية مثل هذه النظارات ذات العدسات العريضة، والتي لا شك أنها ستغرم بها، لأن ما يميزها ليس فقط إمكانية ارتدائها مع تشكيلة واسعة من الأزياء، بل هي من النوع الذي يبقى دوما على الموضة. وكفكرة ختامية، ولأن النساء لا يستطعن مقاومة سحر الحقيبة، ننصحك بهذه الحقيبة المرصعة كخيار مواكب للموضة. مشاهدينا فاصل ونتابع من بعده باقي فقرتنا لليوم. سكر تعرفك على أحدث أفكار الموضة وتطلعك على نصائح الأناقة والمظهر من أبرز أسماء الموضة العالمية. بالإضافة إلى فرصة الحصول على خصم بقيمة 72 ريال عند شرائك بقيمة 360 ريال سعودي من موقع سكر.com، الموقع الأبرز للتسوق عبر الإنترنت والذي يزودك يوميا بأحدث صيحات الموضة من أشهر دور الأزياء العالمية. سيدتي بعد الفاصل، التشيبس والأكلات السريعة خطر يهدد 70% من أطفال المملكة.